فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن فرصة ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن الفرصة دي أحب أوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل الألوان، عليها فرص ومنح كتيرة جدا. بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه منح عديدة، تمام؟ فياريت تتصفحوا القناة الويب سايت عشان تعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة أو فرصة النهاردة. فرصة النهاردة هي عبارة عن فرصة تطوع ممولة بالكامل في النمسا ومتاحة لجميع المؤهلات. طيب زي ما احنا قلنا الدولة اللي هيكون فيها التطوع ده هي دولة النمسا. بالنسبة للجهة اللي مقدمة الفرصة دي هي جهة اسمها نانت كوميونيتي، تمام؟ دي عبارة عن مؤسسة موجودة في النمسا، وهنعرف بعد شوية المؤسسة دي دورها ايه. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي هي دول يعني مش كتير، مش دول عربية كتير، مجموعة فقط من الدول هي مصر والمغرب والجزائر وليبيا ولبنان، الأردن، فلسطين، تونس، سوريا، تركيا، تمام؟ طبعا حطيت تركيا عشان في يعني ناس كتيرة برضو من تركيا ومعهم الجنسية التركية، فبيقدروا يقدموا عادي جدا على المنحة دي. فدي مجموعة الدول المتاحة للتقديم. هي في دول تانية بس انا حددت هنا يعني عملت تارجت للدول العربية تحديدا، تمام؟ طيب وفي حاجة كمان عشان في ناس بتسألني عليها كتير، لو انت مقيم في دولة من الدول دي بس مش معاك جنسيتها ما ينفعش تقدم، لازم يكون معاك جنسية الدول دي وليست الإقامة فيها، تمام؟ طيب بالنسبة للتمويل المتاح في المنحة دي عندنا التمويل صراحة ممتاز جدا. أول حاجة السكن أثناء التطوع، هتاخد السكن بالمجان، مش هتدفع ليه أي تكاليف خالص. تاني حاجة هيتم توفير تدريب قبل بدء التطوع على نوعية الأعمال اللي هتقوم بيها. هيكون في قبل التطوع زي تدريب كده هيعرفك إزاي التطوع ده هتعمله وإيه الأشياء اللي هتعملها في التطوع ده، فمش محتاج منك أي خبرة خالص قبل التطوع، تمام؟ طيب كمان هيتم توفير خطاب قبول للمساعدة في الحصول على التأشيرة زي invitation letter، هيتم تزويدك بيها عشان تقدر تطلع الفيزا بسهولة. كمان هيكون في وجبات طعام، هيتم توفير 250 يورو شهريا ليها عشان تكفي لك وجبات الطعام. كمان هيتم اعطائك 150 يورو شهريا غير ال 250 دي، هيتم اعطائك 150 يورو عشان مصاريفك الشخصيه، اي احتياجات شخصيه انت محتاجها تقدر توفرها من خلال هذا الراتب، تمام؟ كمان هيكون عندك بطاقه المواصلات او النقل المحلي، التيكتس بتاعتها هيتم توفيرها ليك، تمام؟ كمان طبعا ما تنساش بقى ان الاقامه في النمسا بتسمح ليك بالتنقل داخل دول الشنغن زي المانيا وايطاليا وغيره من الدول بدون تاشيره. طيب خلينا نتعرف بقى على مجالات التدريب. بيقول لك ان التدريب ده او يعني الاهداف بتاعت التدريب او التطوع ده ان المركز المجتمعي اللي هو موجود في منطقه نانت، تمام، هو مركز هدفه مساعده المجتمع المحيط من خلال انشاء شبكات اجتماعيه في المجتمع وتعزيز المشاركه الميدانيه، حيث هيتم تنظيم انشطه مختلفه من اجل مشاركه الافكار وتحفيز الاحياء على اتباع اسلوب حياه صحي. على سبيل المثال تطوير شبكه المشاركه في الطعام وحملات ضد اهدار الطعام، هيتم التركيز على حملات عدم اهدار الطعام، تمام، ويقوم المتطوع بمساعده الفريق في تنظيم الاحداث المجتمعيه، انت هتساعدهم في تنظيم الاحداث الخاصه بالمنظمه، تمام، والفعاليات بتاعتها والتواصل مع اشخاص من خلفيات مختلفه واجيال مختلفه، تمام كده. فده الحاجه اللي انت هتتدرب عليها والتطوع اللي انت هتعمله مع المنظمه. كمان هنا موجود عندنا جروبنا على الواتساب وجروبنا على التليجرام، يا ريت تنضموا عليها عشان توصلكم احدث المنح الدراسيه فور نزولها. طيب هنا عندنا بعض الملاحظات، ان المنحه دي لا تحتاج شهاده لغه للتقديم فيها، مش مطلوب منك بقى ايلتس تويفل ولا شهاده لغه انجليزيه، بتقدر تقدم على الفرصه بدون شهاده اللغه، تمام. كمان المنحه دي متاحه للجميع من طلاب وخريجين من اي مؤهل يقدروا يقدموا عليها. عندنا ملاحظة بسيطة مهمة جدا، الحد الأقصى للعمر للتقديم في المنحة دي هو 30 سنة، ما ينفعش يكون سنك أكتر من 30 سنة، من 18 سنة لحد 30 سنة، 30 سنة هو الماكسيمم، تمام؟ طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي عندنا استبيان، بيقول لك في حاجة اسمها استبيان، ملء استبيان الفرصة بشكل احترافي. في استبيان هنا هنيجي نضغط على كلمة من هنا دي عشان يفتح معانا الاستبيان، هنملى الاستبيان ده أول حاجة، تمام؟ وبعد لما نملى الاستبيان هنجهز أوراقنا وهنشوف هنعمل فيها ايه فيما بعد. طيب ده الاستبيان اللي هيظهر معاك،
بيديك ديسكريبشن هنا عن المؤسسه والحاجات اللي انت هتعملها. الاستبيان بسيط، بتحط فيه اسمك واسم العائله، بتحط الايميل بتاعك، العمر بتاعك، الايدج بتاعك، الدوله اللي انت منها، تمام، وانت جاي منين. يا ريت بس الناس اللي يعني هتقدم على المنحه دي يا ريت يكتبوا ان هم جايين عن طريق قناتنا سكولارشيبس ايفري وير، يحطوا الاسم هنا بتاعها، تمام. وطبعا هنا بيقول لك ادي بعض المعلومات عن نفسك، الخلفيه باك جراوند او الخلفيه عن نفسك، هواياتك وما الى ذلك، وليه انت عايز تنضم للمؤسسه دي، وايه خبراتك، وايه انواع الانشطه اللي انت بتعملها، اللغات اللي انت بتتكلمها، تمام. وبعدين لما بتملى كل المطلوب هنا بتضغط على كلمه سبميت، ويبقى انت كده عملت الاستبيان بنجاح. دي الخطوه الاولى. طب الخطوه الثانيه المفروض تعمل ايه؟ بتروح بقى حضرتك في الخطوه الثانيه بتجهز السيره الذاتيه بتاعتك، تمام، تجهز السيره الذاتيه، ويفضل انها تكون على الطريقه الاوروبيه بشكل احترافي، وتعمل كمان موتيفيشن ليتر اللي عايز تنضم للمنحه دي وما الى ذلك. والموتيفيشن ليتر والسيره الذاتيه بتاخد الاثنين دول، اللي هنا بقى كيفيه التقديم، بيتم ارسال الاوراق المطلوبه اللي هي السيره الذاتيه وخطاب النيه الى هذا الايميل، بتروح بعتهم للايميل ده، وتكتب في السبجكت بتاع الايميل او عنوان الايميل نعني، تمام، تكتب الكلمه دي في عنوان الايميل. طيب بالنسبه لمده التدريب، مده بتاعه التدريب مده سنه، وبيتم تحديد موعد التدريب على حسب الاوقات اللي انت هتكون متواجد فيها، والاوقات اللي هيبدا فيها التدريب مع المؤسسه، يعني تنسيق بينك وبينهم، تمام، ده مواعيد بدء التطوع او التدريب. اخر ميعاد للتقديم هو 30 يونيو 2021، ده اخر ميعاد عشان تقدم في الفرصه دي. كمان هنا ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي ان احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول 100% في الصين، وخدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي متاح. كمان بنوفر خدمه تجهيز الاوراق بشكل احترافي، وخدمه التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا الاضافيه موجود هنا، وكمان بتلاقيه موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. خلينا دلوقتي نروح بقى نشوف الاعلان الرسمي للمنحه والتقديم. تعال نضغط على الاعلان الرسمي والتقديم عشان يفتح معانا ونشوف كافة التفاصيل اللي موجودة في الإعلان الرسمي. طبعا الإعلان الرسمي هيفتح معانا على موقع اسمه الأربيان نيوز بورتال، وده موقع معروف جدا وبيعرض فرص ومنح كتيرة وشرحناه أكتر من مرة، تمام. فهنا هيظهر لك التفاصيل، هتلاقي القائمة اللي موجودة هنا، هنا بيقول لك الدول المتاحة للتقديم موجودة اهي، تمام، آخر ميعاد 30/6/2021، بيشرح لك ازاي تقدم هنا وتملا الاستبيان، وبيشرح لك هنا تفاصيل الفرصه، تمام، وبيقول لك الفرصه مدتها 52 اسبوع تقريبا سنه. فكده يبقى احنا وضحنا كل التفاصيل، وهنا كاتبين كمان الموعد، يعني بنسبه كبيره هيبدا 1 نوفمبر 2021 هذا التطوع. فكده يبقى وضحنا كل التفاصيل الخاصه بالمنحه والفرصه، فرصه ممتازه جدا. ما تنسوش كمان خدماتنا الاحترافيه لو حابين تقدموا من خلالنا، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.